هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه الصلاة والسلام، أو الإنس لا تزوج إلا بإنسية. استدل به الأمين الشقيق رحمه الله بهذه الآية، أن الجن لا يمكن أن تزوج بإنسية ولا العكس. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، أو أن الإنس يتزوج بإنسية، ليسكن إليها سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. وألفاظ الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره، ولن تجد نصا واحدا في كتاب والسنة ذكر ما يستقبح ذكره. وهذا رد يقول الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله على بعض الوعاظ، يأتي ويأتي بقصة وفلان التقى بفلانة ووصفها وكذا وكذا وفعل كذا وكذا، يثير الشهوة عند هذا ولا يجد نفسه. تنبيه لكم ولي شيخ الإسلام، خلاصة الكلام أنا أبين لكم، بعض الطلاب يعني هذا الأخ يأتي لهذا، هذا مسكين يا رجل عزوبي وجالس هنا في المدينة ويعني مسكين، الله في الله يكون في عونه. فهذا يجي يقول اسمع ترى الشهر القادم شهر 3 عندنا عيد في دولتنا كذا، العيد هذا في كل شيء، كل شيء يخطر على بالك مشان والله لو تعرف ورأيت اللي رأيت يا ربي كيف تكون الجنة. هذا مسكين ما يستطيع يتحمل، قال متى هذا؟ أعوذ بالله متى؟ قال شهر 3 فرنج يوم كذا. قال الله الله يجزاك خير. يسافر ومن السبب؟ هذا في صورة إنكار المنكر، هذا لأنه يصف له وصف دقيق. وهذا يجي لهذا المسكين يقول له اسمع والله شفت هذا البيت اللي جنبنا أعوذ في واحدة، والله لو تأتي اليوم بعد العشاء تمشي معك، أعوذ بالله أي وقت بعد العشاء يعني أنا 9:30 كذا. قال تمام والله تضحكوا، والله يحدثني عن هذا رجل كان يعمل في هيئة الأمر، قال جاءنا رجل يشتكي وكان معنا رجل من العمال في الهيئة، يقول قال البيت كذا كذا كذا، يقول رئيس الهيئة يعني كأنه لا يسمع لي هذا، قال خلاص امشي. يقول بعد 3 أيام ذهبنا إلى هذا البيت أمسكنا صديقي، من السبب؟ هذا في صورة الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان إيش؟ قال علماء التفسير ضعيف إيش؟ في شأن النساء ما يستطيع يتحمل. ولهذا قال بعض السلف اسمعوا ما يقول السلف، قال جنبوا مجالسنا، يعني طلاب العلم عزاب ما يقرأ في كتاب النكاح أبدا، تقرأ في الجنة في النار في الرقائق أبد، لا تقرأ في كتاب النكاح ولا تتكلم في جنب مجالسنا ذكر شهوة الفرج شهوة الفم. هذا يقول السلف انتبه، فلا أحد يتكلم في النساء أبد، تبغى تتزوج اذهب تزوج. أما تأتي لهذا عزوبي هنا تقول والله يا أخي ما استطعت تتحمل من يوم جيت الجامعة الإسلامية، واحد من الشباب يقول والله أفتح كتاب التوحيد أرى أمامي كيف أدرس كتاب التوحيد؟ طب لماذا تتكلم بهذا الكلام؟ هذا ما يفكر في النساء، فيأتي هذا يقول والله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. طيب مسكين هذا تثور عنده الشهوة ولا يجد فيها إلا في المحرم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا في أول الحمل أشهر الأولى، فلما أثقلت آخر الحمل الشهر 7 و8 و9 دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، نذر أو قريب من النذر. دائما الإنسان يتمنى. وأضرب لكم مثلا معروف عندكم، هذا قبل أن يأتي بالجامعة الإسلامية، الكل قبل أن يأتي بالجامعة الإسلامية ما بماذا كان يدعو وهو في بلده؟ قال يا رب يا
رب يسر لي المدينة، يا رب أتي للجامعة يا رب، وتنظر ماذا أصنع، أطلب العلم وأشتغل في المسجد النبوي وكذا وكذا وكذا، صح؟ وعندما فلما آتاهما صالحا حصل المطلوب، جعل له شركاء فيما آتاه. قالوا من الذي يعمل ولد الولي الفلاني شركة، قدموا محبة الولد على محبة الله شركة صار، أو يقول والله الولد سلم الحبل السري التف حول عنقي وأنقذته الممرضة والقابلة، أين شكر النعم؟ جعل له شركاء فيما آتاه. القصة المذكورة هنا يقول عنها ابن حزم رحمه الله أنها رواية مكذوبة موضوعة، ولم يثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يمكن أن يقع هذا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، ولم يذكر هذا في قصة صحيحة. وثم قال فتعالى الله عما يشركون، ولم تكن الآية يشركان، وأن في القصة إبليس يقول أنا صاحبكما، ولا يمكن يقول هذا إبليس، مفهوم؟ إذا لا يمكن أن نقول بهذا الرواية. طيب يقول أنتم قلتم في بداية كتاب التوحيد أنه لا يوجد كذا، نقول هذا أثر واحد. الثاني إن صحت القصة شركاء في طاعته ولم يقل في عبادته، انتبه معي. هذا الأستاذ خرج من هنا من الباب ومرت ماقة سافرة ونظر إليها، طاعة لمن؟ ها؟ الشيطان، صح؟ أشرك؟ لا. إذن شركاء في طاعته ولم يقل في عبادته، وانتهى ولا إشكال الحمد لله. نعم، قال حارث أصدق الأسماء حارث مهمة. هنا قصد بعبد الحارث من؟ هنا في الحديث قصد من؟ قصد الشيطان، أن يكون عبدا لغير الله، وعلى هذا ذكرنا عبد مطلب. نعم.